مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قدمت الهيئة مساعدات إنسانية للمتأثرين من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها سريلانكا مؤخرا، وبدأت الهيئة تنفيذ برنامج إغاثي توفر من خلاله الاحتياجات الأساسية من الغذاء ومواد الإيواء والمستلزمات الأخرى للأسر التي تضررت من فداحة الكارثة وتواجه ظروفا إنسانية صعبة. وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها أن عملياتها الإغاثية في سريلانكا تأتي امتدادا لنهج الدولة وقيادتها الرشيدة في الوقوف بجانب ضحايا الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في كل مكان وأي زمان دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية. وتعزيزا لمبادرات الدولة الإمارات الإنسانية والتنموية على الساحة السريلانكية والتي لم تتوقف على مدى العقود الماضية، قالت الهيئة إن عملياتها الإغاثية الجارية حالياً في الأقاليم المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا تجد الاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان. وأشارت الهيئة إلى أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على تواصل مستمر مع مجريات الأحداث والأوضاع الإنسانية على الساحة السريلانكية، ويتابع سموه جهود الهيئة ومبادراتها الرامية إلى تخفيف وطأة الكارثة عن كاهل الضحايا والمتأثرين. تعمل الهيئة بالتنسيق مع سفارة الدولة في كولومبو وجمعية الصليب الأحمر السريلانكية على تقديم أفضل الخدمات الإغاثية للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم الإنسانية. ويواصل وفد الهلال الأحمر الإماراتي برامجه الإنسانية وعملياته الإغاثية من خلال تحركاته اليومية في المناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات. أكد صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعمل على تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة بشأن القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في العاصمة أبوظبي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والوفد المرافق لها الذي يقوم بزيارة لدولة الإمارات، حيث بحث سموه مع فخامة الرئيس الموريتاني العلاقات الأخوية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رحب سموه بفخامة الرئيس الموريتاني والوفد المرافق لها معربا عن أمله أن تعزز هذه الزيارة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع. استعرض اللقاء عددا من القضايا السياسية والاقتصادية العربية ومستوى التنسيق حولها، خاصة الأزمات التي تشهدها المنطقة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومظاهر وأعمال الإرهاب والعنف التي تهدد الأمن والاستقرار في دول المنطقة. كما تناول اللقاء مجمل الأحداث وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على توثيق علاقاتها مع موريتانيا الشقيقة على أسس من التعاون الأخوي والمصالح المشتركة بما يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير. هذا وكان قد وصل إلى البلاد ظهر اليوم فخامة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في زيارة عمل للدولة. كان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين.
قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم واجب العزاء إلى أسرة وذوي الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي وذلك في خيمة العزاء في منطقة الصناعية 8، وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى أسرة الطفل عبيدة الذي قتل غدرا على يد أحد أصحاب السوابق في حادثة لا تمس للإنسانية بشيء وألمت بحدوثها المجتمع بأكمله. أكد صاحب سمو حاكم الشارقة وقوفه إلى جانب ذوي الطفل في هذه الظروف المفجعة بفقد أحدى فلذات أكبادهم، مشيرا سموه إلى تكاتف جميع أفراد المجتمع مع أسرة عبيدة للوقوف ضد مثل هذه السلوكيات. وثمن ذوي الطفل عبيدة زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي معربين عن خالص شكرهم لسموه على مواساتهم في هذه الحادثة الأليمة. التقى صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بوفد من شعراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك في مكتب سموه في دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية. رحب سموه في مستهل لقائه بالشعراء في إمارة الشارقة والتي تحرص من خلال مبادراتها على الاهتمام بالشعر العربي الذي يمثل أحد أهم العناصر التي تعكس الهوية العربية وقيمها وتاريخها من خلال أسلوب أدبي في القصائد. وأوضح سموه أن لجمهورية موريتانيا دورا كبير في المحافظة على اللغة العربية ومصطلحاتها وعمقها اللغوي الغني، وذلك من خلال القبائل الموريتانية التي حافظت على استعمالها للغة العربية السليمة مع مختلف الظواهر والمتغيرات التي طرأت على المنطقة. ووجه سموه دائرة الثقافة والإعلام بتبني وطباعة المنتج الثقافي لعدد من الأدباء الموريتانيين حرصا من سموه لدعم الأدباء والكتاب. أشاد صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمسيرة النهضة الحضارية التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات للنهوض والتطوير المستمر في مسيرة التعليم والتي قطعت شوطا كبيرا للوصول لكل مواطن ومقيم، حيث أصبحت دولة الإمارات من الدول المتقدمة في تقديم مناهج جامعية عالية المستوى في جامعاتها خاصة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. جاء ذلك في تصريح لسموه عقب حفل تخريج الدفعة 25 من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تحت شعار عام القراءة، وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية ومدراء الجامعات بالدولة وعمداء الكليات والأساتذة وأعيان ووجهاء البلاد وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات وكبار المسؤولين، وذلك بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة، وبالبالغ عددهم 386 خريجا وخريجة يحملون جنسية 24 دولة منهم 214 طالبا منهم 199 في درجة البكالوريوس و15 في درجة الماجستير و172 طالبا منهن 151 في درجة البكالوريوس و21 في درجة الماجستير. وقال سموه إن الإنجازات التي تشهدها جامعات الدولة في مجال التعليم العالي تسير بخطى ثابتة، لهذا جاء قرار إطلاق مسمى عام القراءة بالجامعة على دفعة هذه الكوكبة من خريجين وفخرا واعتزازا بما حققته دولة الإمارات من الرقي والتقدم في شتى المجالات. قام صاحب السمو حاكم عجمان يرافق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بتكريم خريجي الدفعة 25 وتسليم شهادات التخريج على خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، فيما قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم. وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان درعا تذكارية من الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، كما قدم درعا مماثلا لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وإلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.
أشاد صاحب سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة باهتمام القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالابتكار والفكر الإبداعي والموهوبين والمبدعين من أبناء الدولة. قال صاحب سمو حاكم رأس الخيمة خلال استقباله في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم بحضور الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي رئيس وأعضاء جائزة الإمارات للابتكار والإبداع برئاسة المستشار عبد الرحمن موسى حمدان مؤسس ورئيس الجائزة، قال: إن الابتكار ضرورة تنموية وحضارية، فقد أخذنا على عاتقنا تشجيع كوادرنا الوطنية على الابتكار من خلال تعزيز أهميته في الحياة والنجاح والتطور، ومن خلال إتاحة الفرص عبر مجموعة من المبادرات الحكومية التي ندعمها ونتبناها من أجل هذا الغرض لتشمل جميع القطاعات وتحيط بمجالات الحياة كلها خاصة التعليم والصحة والتكنولوجيا. وأكد سموه أن الدولة أعلنت عن نهجها في دعم الإبداع والابتكار ليكون ذلك استراتيجيتها، وهي تخطو بقوة نحو التقدم والازدهار ومواكبة أهم الحضارات في العالم، موضحا سموه أن الابتكار هو الوسيلة الذهبية والأسلوب الناجح للنمو والتطور لأي أمة. اطلع سموه خلال اللقاء على رؤية وأهداف وبرامج جائزة الإمارات للابتكار والإبداع التي تستهدف ثقافة الطفل والشباب ليكون العالم العربي عموما ودولة الإمارات خصوصا مصدرين للمبتكرين والمبدعين عالميا، مثنيا سموه على الجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء الجائزة من أجل الارتقاء بالجائزة لتواكب مسيرة الابتكار والتطوير التي تنتهجها الدولة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتطبيق نظام النجوم على جميع المراكز في حكومة دبي في مدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من اليوم، على أن يتم تحويل جميع مراكز الخدمة في دوائر دبي الحكومية إلى مراكز سعادة المتعاملين. جاء ذلك خلال تدشين سمو ولي عهد دبي اليوم نادي دبي للأعمال في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث أزاح سموه الستار عن أول لوحة 6 نجوم على مستوى دولة الإمارات يتم منحها للنادي. وتجول سمو ولي عهد دبي في أرجاء نادي دبي للأعمال الفاخر الذي صمم خصيصا لتقديم خدمة متميزة هي الأولى من نوعها عالميا لكبار الشخصيات في إمارة دبي. أكد سموه خلال جولته التفقدية على أن نادي دبي للأعمال يعكس روح تنافسية إمارة دبي وسعيها وراء التميز في تقديم الخدمات للعملاء، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات يشجع كبار الشخصيات من المستثمرين في التركيز على تنمية وتطوير مشاريع أعمالهم، كما أن هذه الخطوة التي بادرت بها اقتصادية دبي والجهات الحكومية الأخرى تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال. يعد النادي أول جهة تحصل على تصنيف 6 نجوم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتقديم تجربة استثنائية لسعادة المتعاملين عبر جميع وجهات وقنوات تقديم الخدمة وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات ورفعها إلى المستويات العالمية، وذلك من خلال توفير أرقى وأسرع الخدمات لأكثر من 6 جهات حكومية تحت سقف واحد، بما يضمن أعلى مستويات كفاءة الحصول على الخدمات بطريقة رائدة ومبدعة وفق أرقى المعايير العالمية. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في ديوان عام الوزارة اليوم معالي حنيفة حاج أمان وزير خارجية ماليزيا. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر والآراء حول مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. أشاد سموه بالعلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وماليزيا وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم الزيارة الحالية لوزير خارجية ماليزيا للدولة في تنمية وتعزيز علاقات الصداقة ومجالات التعاون المشترك والارتقاء بها إلى مستويات طموحة للبلدين.
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان اليوم افتتاح فعالية منتدى أبو ظبي للأعمال الذي يعقد للمرة الأولى تحت شعار نعمل لتحقيق اقتصاد مستدام، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة أبو ظبي ودائرة الشؤون البلدية والنقل في فندق جميرة بأبراج الاتحاد، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، حيث تجاوز عدد الحضور إلى 500 شخص. حضر افتتاح المنتدى عدد من كبار المسؤولين من غرفة أبو ظبي والجهات الحكومية في العاصمة أبو ظبي. يأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص غرفة أبو ظبي وشركائها الاستراتيجيين، خاصة دائرتي التنمية الاقتصادية والبلدية والنقل في أبو ظبي، لتعزيز العلاقة التفاعلية البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل الآراء والمقترحات والأفكار، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص لزيادة مساهمته في جهود ومشاريع التنمية المستدامة في العاصمة أبو ظبي، وتجسيدا لأهداف رؤيتها الاقتصادية 2030، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المجدية في العاصمة أبو ظبي والمتاحة أمام القطاع الخاص، والتسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة المختلفة في الإمارة للقطاع الخاص. انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعالية القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من المسؤولين، وذلك في قاعة الفلك بفندق برج العرب بدبي. الزميل أيمن مصبح حضر المؤتمر ووفانا بالتقرير التالي. بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد محمد أحمد الطاهر نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس إدارة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، انطلق صباح اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 بحضور عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيري، والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس بقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، والدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس في قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وبحضور عدد من المسؤولين إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام في الدولة. مثل ما شفنا في المؤتمر الصحفي، المواضيع التي سيتم مناقشتها إن شاء الله خلال القمة معنية في عملية التمويل، تعزيز شراكة القطاع الخاص معنا في المشاريع الحيوية، وبنفس الوقت الشراكات الدولية وأهميتها في هذا المجال الحيوي. وانسجاما مع مبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث قال سعادة سعيد الطاير إن هيئة كهرباء ومياه دبي قطعت شوطا كبيرا في التحول في هذا المجال، لا سيما أنه تم اختيار دبي كمركز إقليمي متميز يقدم خدمات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كونها أطلقت واحتضنت العديد من المبادرات والمشروعات رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر والاستدامة ومواكبتها للتحولات والتطورات العلمية العالمية في المجالات البيئية المختلفة، تعزيزا لمسيرة التنمية المستدامة في الدولة. هناك لدينا مبادرات ولدينا برامج ونعمل في اتجاهات مختلفة، حقيقة نعمل في مجال النمو عن طريق مشاريع رائدة، مشروع سيدي محمد بن راشد آل مكتوم 5000 ميجاوات بحدود 2030، اللي هو بينتج طبعا عنه انخفاض في غاز ثاني أكسيد الكربون بحدود 6.5 ملايين. في جانب الآخر نعمل على إعادة تأهيل هذه المباني وجعلها مباني خضراء، هناك أكثر من 30,000 مبنى. كما تعد أول قمة خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تركز على خلق مستقبل مستدام للبشرية والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا، لتكون أول فعالية تجمع بين الرواد العالميين المتخصصين بخلق حلول أكثر اخضرارا في قطاعات مثل التنظيم والشراكة والتمويل والابتكار والأسواق العالمية، في ظل الرؤية المستقبلية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والجهود الرامية إلى محاربة التغيرات المناخية من خلال المبادرات والمشروعات والبرامج الرائدة.
أيمن مصبح، قناة الظفرة. أعربت وزارة الداخلية عن اعتزازها بالقرار الذي أعلنته مؤخرا الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية بمنح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القلادة الذهبية من الدرجة الأولى، تقديرا لدور سموه في دعم وتطوير الإعلام الأمني، إلى جانب اختيارها لإدارة الإعلام الأمني لدينا كأفضل إدارة إعلام أمني عربي للعام الجاري، معتبرة أن هذا الاختيار بمثابة استحقاق طال أهله. وأكد اللواء الدكتور ناصر الخربان النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة جائزة وزير الداخلية للتميز، أكد أن كل ما تحققه الوزارة وقطاعاتها المختلفة من تميز وتنافسية وثقة عربية وعالمية مرده إلى الفكر المستنير لقائد مسيرة التحديث والتطوير فيها، وإيمان سموه الراسخ بأهمية الإبداع والابتكار والتخطيط السليم، فضلا عن جهود وكفاءة العاملين في قطاع الإعلام الأمني وجميع منتسبي وزارة الداخلية بوجه عام. حصدت إدارة الإعلام الأمني مجموعة من الجوائز المحلية والعالمية نتيجة لجهودها في تنفيذ أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية، وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن إدارة الإعلام الأمني أنجزت 760,017 عملاً ومهمة إعلامية العام الماضي 2015، شمل ذلك المواد الإعلامية الصحفية والتلفزيونية والإذاعية والمطبوعات والإنترنت والإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباته التابعة لوزارة الداخلية انستغرام، فيسبوك وتويتر، يوتيوب وجوجل بلس. ترتبط المهمات أيضا بتصوير والترجمة والتوثيق الإعلامي والأرشفة ودوريات الإعلام الأمني والحملات. وفي الملف اليمني، أكد مبعوث الأمم المتحدة اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليا في الكويت اقتربت من الاتفاق على مبادئ محددة لاتفاق شامل يرتكز على حل سياسي. وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي أمس السبت أن المشاورات تحرز تقدما على صعيد قضية الأسرى والمعتقلين، داعيا الأطراف اليمنية إلى الالتزام بوعودهم والإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى والمعتقلين خلال الأيام المقبلة. قال ولد الشيخ إن يوم السبت شهد عقد جلستين صباحية ومسائية مع المتمردين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام جرى خلالهما البحث بتوسع في قضايا رئيسة من أبرزها تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة. وأضاف أن لجنة السجناء والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والمحتجزين تعسفيا اجتمعت كذلك اليوم وسلم خلالها وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بيانات خاصة عن الأسرى على يسلم الوفد الحكومي بياناته اليوم الأحد. اقتصاديا، نتابع آخر إغلاق المؤشرين المحليين باللون الأخضر اليوم. كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.